السلام عليكم الاخوان ونهاركم مبروك وتحيه لكم وتحيه للاخوان في المكان وتحيه للاحباب والرجال تبارك الله مبارك. اخوان اليوم راكم توجد في قلعه فراغنا بتاريخ 2024 شهر اخوان شهر 5 في 27 تبارك الله. المليحه راه كاينه الاخوان والزير راه كاين والثمن راه كاين في السوق الثمن كاين الاخوان. كنشكركم دائما على الدعم ديالكم على المشاهده الاخوان على البارطاج مع الاخوان ديالكم وخير منكم اي حاجه كدير الاخوان راه خير من تبارك الله مبارك. قوموا معي الاخوان نوريكم الاثمنه ديال السوق كما كتشوفوا المليحه راه كاين والزير راه كاين في السوق كاليتي غلام غلا تبارك الله. غنوعوا لكم الاخوان كالعاده الاخوان بارطاج مع الاخوان ديالكم وشير لايك الفيديو ومشاركه مع الاخوان ديالكم تبارك الله. سي عبد الكريم يدير لبس عليك نهارك مبروك تبارك الله. يلا الاخوان مش على بركه الله نشوفوا الاثمنه الثمن راه كاين ومن الاحسن الاخوان لا الدرويش لا الكساب للحريف التعاون مع البعض راه الثمن راه كاين الاخوان الاخوان اللهم بارك وحط ربع الخرفان زين تبارك الله السوم زينين على حسب السوق زين على حسب السوق الاخوان تبارك الله. هذا واحد الدري صاحبي الله يسهل عليه تبارك الله هو ما باغي يبيع مو الاخوان غير كسب باغي غير يكسب وعطاه الربح قدامي الاخوان عطاهم 100 درهم قال لهم لا ودي غادي نكسب تبارك الله. سي عثمان خويا يدير مرحبا شحال ديت اخويا عثمان؟ مليون و23 مليون و23 بحال هكا وماتاش الواحد اربع سنوات الواحد تقريبا 53 وشي حاجه 53 300 ولا 600 تبارك الله اللهم وعطاهم 100 درهم ديال الرباح وانا قلت لي صراحه ما تبيعهمش يسير كسبهم ما تبيعهمش. قلت احنا راه هادشي اللي قلت احنا صاحبنا نعرفوا والله ما كنصيحه هو مول السوق ما عارفش تبارك الله الله يسير ما بغا كاع تيزقوا. سير اخي عثمان جمع جمع وعثمان سير الله يسر لك الله يحفظك خويا عثمان ديم كسبوا مال الخير هذا حتى من هنا للعيد اي داكشي اللي هنا بقاك هذا الشهر هذا ولا قلاش ديم راه واسطي راه فايتني 6 شهور الله يسهل تبارك الله يسهل اش غادي يبيعهم عاوتاني باغي الحريف هو باغي ياكل عاوتاني اللهم يديهم يكسبهم يبيعهم للعياد ديريكس احسن من احسن من يبقى دابا يديهم ويبيعهم للحريف والحريف عاوتاني باغي ياكل الرباع وغادي تما غادي يغلاو اللهم يديهم هو يبيعهم للعياد الله يسهل عليه شكرا الله يسهل عندنا تبارك الله الاخوان اللهم بارك وحسن العبد ريا مليحه الاخوان سلعه واقفه واصله الاخوان تبارك الله اللهم بارك سلعه مليحه الاخوان غندوروا مع السلعه هذه اللي بغاها راه تشدو النمره الا بغا يعطينا مولاه تبارك الله سلعه كاليتي سلعه عمه كي داير لاباس عليك اجي عندنا حد دقيق اش بان لك العام كاين شي مليح ولا والو؟ 84 عندنا الاخوان راه معقول ديال السوق الاخوان كاع الناس كتسولوا اي حاجه الاخوان باش تعرفوا واضحين السيد راه معقول ديال السوق كاع الناس كتسولوا سلعه عمه واحد دقيقه كي داير السوق اخويا العمه انت راه كان تيغ بك وعارف اللي كاين جيد ما بالسوق كاين لا بالنسبه للثمن وبالنسبه لل الثمن راه شويه الزرار راه ما كاينش خروج ما كاينش خروج ما كاينش وشنو هو السبب العام ديال هادشي شكون واقع؟ السبب باقي بنادم ما شاريش شنو يحطوا هاد السيد من دابا شنو بيحط؟ وكاين اللي باغي يشري وضعفوا الثمن هذاك الشيء اللي كاين الله يحفظك اودي العمه الله يرحم فيك احنا راه شكرناك باقي والله ما اقسم بالله شكرناك داك الشيء احنا عارفين كاع في السوق وشكرناك تبارك الله اللي كاين راه نقول تبارك الله الله يبارك شحال الناس يا خويا؟ شحال هنا؟ 84 شحال اخويا عبد الصالح؟ 84 تبارك الله 84 الاخوان اللي معطيه الله يبارك كما تعرف الاخوان الثمن راه كاين في السوق وانتم الناس اللي كتفرجوا عارفه كاين الثمن سلعه مليحه سلعه كاليتي ما ندويوش تبارك الله 84 4200 درهم وجوج من الحبيبات راه بانوا لي الاخوان تبارك الله هادشي اللي بان لي الاخوان راه كنقولوا لكم بالنسبه للحاب ولا العيب راه شي حاجه اللي بانت لي راه نقولها ما بانت لي شي حاجه ما عندي عليكم حيله تبارك الله سلعه مليحه والله يسر الجميع اللهم بارك وحسن اللهم بارك اسمح لي اللهم بارك تبارك الله مليح تبارك الله حد بيع شي الخير لك بربي هذا بعناه سيدي تباع ب 54 154 تبارك الله فحالي انا اللي بغى النعاج اللهم بارك 154 تبارك الله ورسلنا ثنيه يلا رسلناه يلا مكاس يلا رسلناه هانتوما تبارك الله اللهم بارك في حاجه كاليتي مليحه اش محمد اخير ما كاين في السوق تبارك الله سير الله يسخر لك سير الله يسهل عليك راه حاجه نقيه وحاجه مليحه تبارك الله مليحه الاخوان صراحه هذا باغي النعاج ما باغي يذبح موالو تبارك الله باش عارف النعاج القرن والثوب وتبارك الله راه فيه الداد معاه كاينين صافي الله يسير الله يسهل عليك تبارك الله يمكن لك تلقوا اش محمد شوفوا شوفوا لي لا ما يضروش هو تبارك الله يبارك المليحه الاخوان صراحه باغي النعاج هو باغي يصل منه والتصيلك عارف الاخوان تكون شويه فيها الثمن زين سير الله يسهل الله يسهل عليكم تبارك الله الاخوان اللهم بارك البدري تبارك الله الاخوان راه موجود اليوم صراحه كاين المليح وكاين الزين الثمن فيه البدري الاخوان
الله يبارك قوم على الاخوان تنعرفوا هذا الربع هذا الزير راه كاين والتما راه كاين في السوق الاخوان انا ما كنبقاش عزيز نقول كاين التما كاين الاخوان راه كاين التما صراحه الله يحسن العوان الله يحسن العوان شي غادي الوقت هذا وكتخسر صراحه الوقت هذا وكتخسر الدروج مسكين بقى قاعد هما الناس هما الناس الشكاير الكبار ما تيهمو التما معيد معيد والله دار شي ولد الخير خويا عثمان شحال هادو شحال المشرى 71 الاخوان المشرى تبارك الله هادو راه تبارك الله التقليبه كاينه والسومه راه كاينه 71 3505 الله يبارك تبارك الله علاش ما عطاكش الرباح فيهم ولا مازال شري عطاكش ما عطاوكش باقي ما عطاوش اخوان للرباح تبارك الله يبارك راه غنديروا النمره اللي بغى الاخوان راه مرحبا اللي بغى شي واحد ولا شي حاجه راه يبيع عثمان النمر ديالك راه لا بغيت 06 55 83 93 92 الله يسهل عليك وجبتي سير اخويا تبارك الله الاخوان اللهم بارك حنا كنوعوا على الاخوان كاين ليكم نصور لكم المويا نصور لكم الغنم ديال الدرويش الغنم ديال الدرويش ما بقى صراحه الاخوان كلمه المحق نقولوها هذا البدري توا ولا غالي نصور لكم البدري الصغير الاخوان واللي بغى شي حاجه راه مرحبا حنا غنديروا النمر ديال اي واحد الصاغ ديالك هذا الصاغ الرحمن ديالك شحال 64 اللي عطاونا تبارك الله تبارك الله شحال ديك عبد الصادق 64 تبارك الله 3000 عطاونا 64 في 3 المرات ها 64 في 3 وجمله 3 ايوا جمله جمله عطاونا 57 هاكاك الله يرحم والديك الله يكبر لك جمله الاخوان احنا باش نعرفوا الاخوان راح نحاول نوصلوا معلومات صحيحه 3 قلت 3 ولا 2 62 62 اخوان 3 هادو اللي واقفين وجملة 57 الاخوان كلمة الحق في الدقيقة الاخوان راه ما كاينش المزال تبارك الله الله يبارك ثمانية راه ملاح وزينين والتما راه كاين الاخوان في البدري هذا الله يبارك عطيني النمر ديالك بلاش الله يسهل كاين اللي كيبغي شي تبرطط يبيعوه هنا احسن كيقول الله ما نبيع هنا في السوق احسن ليا تبارك الله عبد الصادق ديوك هاد الغلاط اخويا شحال عطا هذوك موخوذين 82 تبارك الله هادو ربع الاخوان راه 82 الله يبارك تبارك الله الثمن راه كاين هذا يكون فيها تنيسنا الحليب من الدار ديالو راه باين الاخوان تبارك الله المليح والزين راه بثمان الاخوان كاليتي راه بثمان والسومه راه كاينه في السوق تبارك الله الله يبارك الله دار شي ولد الخير وصافي دروج ما بقى قالش السومه غالي كاين الثمن دروج ما قالش الله يرحمنا الله دار شي ولد الخير تبارك الله الاخوان اللهم بارك وعسى اللهم بارك اخوان تبعت الله يسهل على مولاه والله يجيب لي التيسير تبارك الله يا براني الاخوان سلعه مليحه قوم معنا نعرفوا الثمن ديال الخير هذا وراه تبارك الله الكاليتي ديال راس السوق الاخوان هذه ديال راس السوق تبارك الله تبارك الله مسول تاع السنت هو اش دايره كي داير ولد الحاج لاباس عليك نهارك مبروك شحال الخير هذا الله يكبر لك شحال ديتي 116 الاخوان باش دار الخير هذا تبارك الله شحال من حولي هذو سبعه الاخوان تبارك الله 716 اللهم بارك المليح كاين تبارك الله والسومه راه كاينه في السوق والكاليتي تبارك الله اش محمد اش من المدينه شرفنا من جاي اش من المدينه جاي الصحراء غادي الخير هذا الله يسهل تبارك الله باقي وراك الطريق و ترونسبورت هو تبارك الله اللهم بارك جاي من الصحراء السيد هذا تبارك الله اللهم بارك المليح والكاليتي والسومه كاينه في السوق والله درت هو ديال الخير اش محمد اش داير السن كاين تنوسنا الحليب كاين المهرس كاين المهرس تبارك الله الله يبارك سلعه مليحه تبارك الله ومولاه تو راه الله يجعل البركه كاين المليحه الاخوان كاين الزين تعطيني النمر ديالك الصحراء اللي بغى شي واحد بغى الله يسهل حنا كنتشاوروا معاك تبارك الله المليح كاين ومرحبا بك عندنا مرحبا خاصك شي حاجه مرحبا يا تبارك الله هذه راه السوق الاخوان صراحه والمليح حتى هو راه زعما عندنا صراحه من عجبته السلعه راه تبارك الله الاخوان اللهم بارك الاخوان تبارك الله الخير موجود الاخوان اللهم بارك والسومه راه كاينه في السوق والمليح تبارك الله كاين المليح اللهم بارك تبارك كما كتشوفوا الاخوان شكون السلعه الخير هذا او ما نعرفوا الثمن ديال الخير هذا الاخوان تبارك الله يا ولد الحاج لاباس عليك نهاركم مبروك بعدا شحال الخير الله يكبر بك المشرى ولا اللي عاطينك المشرى 20 تبارك الله المشرى الاخوان 120 6 دراهم الاخوان اللهم بارك حوالا تبارك الله واقفين ملاح والسومه راه كما كنعرفوا الاخوان راه كاينه في السوق الله يبارك تبارك الله هما الاخوان ما تنساوش تعاونوا معنا في لايك الفيديو وبارطاجي الاخوان كالعاده اجري في السنه كامل اثنين باربعه الاخوان اثنين تبارك الله اللهم بارك لهم تقليبه والخرفه راهم نقايه وملاح ودا السريغ تبارك الله
اللهم بارك. السلعه نقيه تبارك. السومه راه كاينه الاخوان، الله يدير شتاو الخير للدرويش، السومه راه بزاف. بقى معنا اخويا، غنوعد لكم الفيديو، غنجيب لكم المويا، نجيب لكم البيضه، داكشي اللي كاين نصوروا لكم ان شاء الله. تبارك الله. سي محمد، النمر ديالك هذا الربعه، النمره 07 62 20 94 35. الله يسهل وجبتي السي. الله يخويا اللهم بارك، واحد الحوليات اللهم بارك اخوان، شي حاجه طوب اخوان تبارك الله، الله يبارك. كي داير السي ولاد؟ لاباس عليك هاني، الله يبارك. شحال تباع هادو؟ شحال تباع؟ 45. 45 تبارك الله. انتم الاخوان المليحه الاخوان، كل الاول كل الاخره ملاحات 45 باش تباعوا تبارك الله 2250 درهم. شحال من وحده؟ شحال اسمهم؟ شحال من وحده؟ 12 راس تبارك الله، الله يبارك. المليح والزين والثمن راه كاين، تبع الحولية الاخوان راه كاين الثمن. والله يسهل عليك اسي محمد، النمر ديالك اللي بغا شي واحد بحال الحولية البلان ديالك قول. 06 36 31 36 36 70. الله يسهل عليك وجبتي السي، الله يعاونك تبارك الله. راه مليحات الاخوان، والتقليبة راه كاينة تبارك الله، بس التقليبة راه كاينة ونوت مليح. اللي بغى يكسب حتى اللي بغى يذبح راه تبارك الله، اللهم بارك على قد الجهد. وبعد ما يصبر شويه راه الثمن راه كاين، الله يحسنهم. واحد النصيحه لخويا بعد، هو اللي يصبر، لا الكساب لا الحريفي لا الدرويش، يصبر تعاون مع الوقت وصافي. اللهم بارك شي حويت اخوان، اللهم بارك. صور هاني اخويا، صوروا هاني تبارك الله. تباعوا الخيريات اخويا شحال؟ 56 باش تباعوا تبارك الله، 56 الاخوان 2800 باش تباعوا، الله يسهل على مولاهم تبارك الله. هذا اللي بغى يدير الناعجه واللي بغى يذبح، اللهم بارك. بقى سنا الحليب تبارك الله، بقى سنا الحليب الخوار راه مليح. برك منين اخويا؟ سلعة الدكالة، اللهم بارك. سلعة الدكالة مليحة اخويا صراحة، سلعة الدكالة الاخوان تبارك الله راه مليح. حتى اللي بغى يدير ناعجه راه مليحة الاخوان تبارك الله. هذيك كسيب تخوفها ولا شاري؟ لا كسيب بزاف. عندك في الدار؟ قول لي النمرة، لا لاباس واحد هو بغى يكسب ولا شحال؟ قول لي النمرة. 06 88 95 95 37 37 15 15 اخوان. هو قال لك كسيبتي، اللي بغى شي حاجة راه مرحبا، الله يسهل عليك.